السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم كما كتشوفوا اليوم صراحه بغيت شي فيلمي، ولكن في التعليق قلت ارى الفيلم ليكم واخا يكون غير فيديو غير قصير ولا بلاش. المهم كما كتشوفوا اليوم خرجت الشميشه، بغيت نبدل شويه وخرجنا مشينا في هولندا كما كتشوفوا، يعني بلاصه معروفه ديما كنجي ليها في الصيف وديما كنصور لكم. المهم هذه هي البلاصه المفضله المهم في تقريبا في اوروبا عندي، تقريبا كتعجبني نمشي ليها حيت كاين البحر والهواء زوينه. المهم كتعجبني بزاف، غنقلب لكم كما كتشوفوا البحر لهي. راه مره كنجي ليها، يعني مي كان يعني ما كاين ما يدار، ماشي ما كاين ما يدار تقولوا هادي راه ما كاين ما يدار حتى في الدار، الميراج كاين حتى مرا كاينه، ولكن مره خص بلاد مره يخرج صراحه. واخا كاين دابا العكول واخا ماشي مشكل. المهم كما كتشوفوا هنا في هولندا اللي كنجي ليها تقريبا كل مره، راني يعني في الصيف كنجي انا غير في الصيف لهنا، وكنجي بدا حيت كيكون البحر قريب لينا. وهادشي اللي كاين. المهم نفيلم لكم غير شويه، ما غاديش نطول بزاف هذا الفيديو، ونتمنى هاد الديكور هذا يعجبكم ويلا تكملوا معايا. المهم غنمشي للبحر، نمشي تبع الدراري للبحر. المهم نصور لكم شويه هنا هني في البحر، الشمس راه كتغبر، شحال زوين هاد الديكور بحال هكا ملي كتكون الشمس كتغبر وحدة البحر والهواء زوينة، والطيور تما كتسمعوهم، كاين هذوك الطيور الكبار. المهم في هاد البلاصة اللي كنجيو ليها حنا بزاف صراحة زوينة، للناس اللي كتعجبهم لا مارش، اللي كتعجبهم يديروا كيعجبوهم يديروا الفيلو، صراحة بلاصة زوينة. كاين اكثريه الناس كيمشيو بالفيلو، وقيلا نقدر كنت هضرت في هذا الشيء في الفيديوهات القدام ديالي. كيف ما قلت لكم الناس كيعجبهم بزاف هنا في هولندا يمشيو بالفيلويات، وديري لهم طريق بالفيلو، يعني تمشي مسافه على حسب انت شنو بغيتي. حنا كنا كنمشيو في الصيف نقدروا نمشيو جوج سوايع، نقدروا نمشيو حتى ثلاث سوايع وغير بالفيلو. مشي للمغازه، المغازه كتمشى كتمشي للمغازه كتلقاي فين خصك دايرين البلايص هكا الفيلو فين تحطيه، ما داكشي زويون عندهم. المهم للناس اللي كيعجبهم يمشيو بزاف بالبيشكليطات، وهذا الشيء اللي كاين. كما قلت لكم نتمنى هذا امتي فيديو يعجبكم. كما كتشوفوا هنا كاين المهم لوطيل هنا شويه صراحه لوطيل غالي بزاف كما تعرفوا، راه اون فاصل البحر سي نورمال غيكون غالي. اللي بغى يجي لهنا راه كاينين يعني اللور كاينين لوطيلات، كاينين كيكريو حتى بحال لي بارتومو، كاين كلشي، غير ملي يجي بكري باش يقلب، يعني غيجي بغى يجي باش يبات يجي في الصباح بكري يوصل هنا باش يقلب على خاطرو. من كتشوفوا الدراري راهم جايين. المهم هادشي اللي كاين، غنتمشى نشم شويه ريحه البحر ونتلقى من بعد. شنو ميدوز او عليا شي بغيت فين تقاشر اكرام، فين تقاشر المهم كما غتشوفو مغاديش يبان ليكم لا عفان لا عصام، ما كاينينش اليوم معنا، مشاو هما يشوفو يعني معروضين يشوفو واحد كاين ماتش في باغي. صراحة ما عرفتش دمن، ما عنديش مع الكرة ما كنسولش، قالوا لي غيمشيو يشوفو واحد الماتش ومشاو، يعني معروضين مشاو. امين ما عندوش مع الكره بزاف، والبنات هما ما عندوش بحالي نيت. اوه سيكو خلي داكشي بلاصتو، خلي داكشي بلاصتو. واو لا 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 امين لا ما تقيسنيش
تبويك خام كوي سابيل قلتي سميتو سميتو هاد الحوت ميديز ميديز هادي كوني فان هذا هذا واقيلا ما كيتنكرش هاد الشيء نو كون فادور الا دي غرو تروك كوم سا كي سور هاديرو في البان شوفو كي غيكون شميش هكا تغدى كيما كتشوفو ليه المهم قلت غنصور لكم شويه بروفيتيو معايا المهم هاد البلاصه سميتها فيسينغن فيسينغن وقيلا كتنطق بحال هكا كنظن ما نكونش غلطت المهم بحال هكا كما كتشوفوا صبابطهم الدراري هادو بحالي غير كيشوفوا البحر صافي كينساو كاين صراحة شويه البرد كيما كتشوفوا واخا كاين حتى واحد نحنا جينا في الصباح دزنا لبلجيكا تقدينا تما يعني بحال الناس اللي بغاو يجيو لهنا لهولندا يدوزوا لبلجيكا يتغداو وعاد يجيو حيت هنا قليل الحلال صراحه ما كاينش الحلال قليل قليل بحال ما تاكلوا الدجاج ولا تاكلوا الشوا هنا عند الحوت قليل ما كاينش بزاف هنا تلقاو بحال بيتزا تلقاو المهم شي حوايج بحال هكا ملي تاكلوا اللحم ما كاينش هنا الا عقبتو في ايام اللي كنت هنا ملي جيت في الصيف كنت كنطيب راسي تقريبا اكثر كنت كنطيب راسي شو دايرين شنو دارو المهم كما كتشوفوا رجعت معكم المهم بعد ما لعبوا شويه الدراري وصافي كيديروا تقاشر سهل سهل باش يزولوا تقاشر ولكن باش يردوا باش يزولوا ديك الرمله صعيب شويه المهم داو كيتشعلوا هذا باغي نشوفوا شي حاجه كان الدراري ما ياكلوا وغندخلوا بحالنا ان شاء الله حيت غدا ليكول نا واقيلا غيديروا واقيلا شي لوطيل اخر كنظن كتشوفوا هادو كيصلحوهم لهي مايا انت توقف كتسنى مري بيتزا مغير بيتزا فوزي كال بيتزا ديجا فوزي كال بيتزا انا وامين وهادي ديال الاكرام ديال الاكرام وديالي وديال امين ديالي وديال امين كان شامبينيون نو كومون ديال شامبينيون انا
champignons, champignons et il crame il y a de la fromage. Bon, Ikram, Ikram, prêt ta pizza? Ouais. Ouais, t'as pris la pizza quoi, toi? Moi, j'essaie de sentir. Hein? Ça, c'est la pizza? Oh, Emilien. C'est cramé. C'est vrai? Ouais. Le fromage? Non, c'est regarde le fromage, moi. C'est fait comme ça. Non, c'est le fromage. Elle est mini, ta pizza. Bien. Elle est mini. C'est le moyen de pizza. Après, j'aime ça. شوف الديور، شوف شوفها تحشي يدك راكي في الصالون. نمنا الكوزينة، المرا متكية، كلشي كيبان عندو. ها كولومطا عندهم هنا هاد الشراجة مع الأرض ديال الصالون ولا ديال الكوزينة، عندهم ديور قصار. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى هاد الفيديو يعجبكم وكنقول لكم بسلامة.